جاكم. لك يا أخوات والله ما سويت شي. لك اتركني الله يخليكم، ما سويت شي. لكان انت المرة الفاجرة اللي حكولي عنها؟ هنن عم بيفتروا علي يا باشا، أنا ما عملت أي شيء أبداً. لا تكذبي أوعك، لأنه صار عندي علم بكل شيء بخصك. كل الناس بالسوق وبالشارع عم تحكي عن ذنوبك. لك إذا ما بتستحي من حالك خافي من الله ومن عذابه بالآخرة، رغم إنك مرة مسلمة وبتعرفي عقاب رب العالمين، رايحة ترتكبي الفاحشة ببيوت الدعارة؟ فوق عليكي وعلى أخلاقك. الله سبحانه ورسوله الكريم وصوا المؤمنين انه ما يرتكبوا الحرام وما يظهروا عوراتهم ولا يرتكبوا الفحشاء، ووصى النساء المسلمات ما يظهروا زينتهم قدام خلق الله، واكدوا عليهم كمان بضرورة لباس الحجاب على رؤوسهم. بس انت مو سألي على هذا الكلام ابدا، وفوق هذا عم ترتكبي الفاحشة. استغفر الله العظيم. شوفي بإذن واحد أحد أنا رح أقدر أوقف الناس يلي بلا أخلاق مثلك عند حدهم إن شاء الله. لهيك رح أأمرهم ياخدوكي لعند القاضي مشان يعطيكي الجزاء يلي بتستحقيه حسب الشرع. بترجاك يا باشا بلاها، ليش لحد تروح لعند القاضي؟ بوس إيدك رحمني وعفي عني. المفروض تفكري بهذا الشيء قبل ما تساويه. يلا. شو يعني ما عم تقدر إلا علي يا باشا؟ إذا كل الناس عم تحكي عن خطأي بالسوق والشوارع، فهنن كمان عم بيحكوا عن عداوتك وكرهك للنسوان، والكل بيعرف شو السبب. اللهم اعطيني الصبر. كيف بتتجرعي وبتقولي هيك؟ كذب يعني؟ لأنك مو قدران تكون رجال معهم، عم تظلمهم وتعاقبهم. أنا بعرف شو رح يكون جزائك. سبتوها على الأرض منيح وكولا مكان العورة، وخلوها تصير عبرة للنسوان الفاسقات أمثالة. يلا. لا يا باشا، لا يا باشا، كرمال الله لا، لا تخليهم يعملوا فيني هيك يا باشا، مشان الله حرام عليك لا تعمل فيني هيك. شو يعني وإذا ملتقي مع رسول العدو؟ هو بيكون ولي عهد الدولة العثمانية العلية ولا نسيت؟ بحق له يقابله ويسمعه. احكي لي شو صار معكم؟ ونحن وبالطريق طلع واحد درويش بيوشنا ورمى طاقيته قدام أبي السلطان. بالي بيك قال هذا الدرويش قصده بهالتصرف إنه في نحس جاية. وبعدين شو صار حبيبي؟ ولا شي، بابا قال خلينا نرجع على القصر، بس كان كتير مزعوج. الله يخليكم اتركوني مع عزبي. بترجاكم تتركوني، لا تعملوا هيك. الله يخليك يا باشا اتركني. خلصي ولا كلمة. الله يخليك. ما بقى بدي اسمع صوتك. لا تذكري اسم الله على لسانك لأنك وحدة فاسقة وحقيرة تافهة. من هون ورايح رح نقضي على بيوت الدعارة بكل مكان. ما رح نسمح لحدا خاصة النساء المسلمات بدولتنا العلية انهم يرتكبوا الفاحشة وينشروا الرزيلة بين الناس الشرفاء، وهذا الجزاء رح يكون عبرة ودرس يتعلموا منه الناس بكل أرجاء الدولة. الله يخليك يا باشا. نفس. الله يخليكم. لا لا لا. أهلا وسهلا فيك يا سلطانة، زيارتك شرف كبير لإلي. انشغل بالي عليكم، بس ما فضيت شوفكم، لا أنتي ولا عائشة بعد هداك الحادث. سلطانة خلص هديك الأيام راحت، وأكيد ما رح اسمح يتكرر هالشي معنا بالمستقبل. أكيد. كيف رستم باشا؟ قليلي أنت مبسوطة معه؟ أنا مرتاحة كتير معه. أصبح شو سبب هالحزن يلي بعيونك يا مريم؟ واضح أنك مو مبسوطة. أنا بعرف أنك ما أخدتيه عن حب وما كان بدك هذا الزواج أبداً. سلطانة أنا مبسوطة. اسمعيني يا مريم، أنتي بتكوني بنت جلالة السلطان، لا تحني رقبتك لحدا. أنتي صاحبة السلطة، والخدم موجودين بهذا المكان بس لحتى يخدمونا ويسعدونا. أوعك تنسي هذا الشي يا مريم. ما
مولاتي السلطانة؟ مرجان آغا طالب يشوفكن وعم يقول عنده أخبار مهمة لحضرتكن. مولاي السلطان، وصل رستم باشا. خليه يجي. مولاي. تعال يا رستم. خير إن شاء الله صاير شي مهم. في موضوع مهم لازم تعرف فيه جلالتك. أنت شو عم بتقول يا مرجان؟ طيب متأكد من هالشي؟ طبعا متأكد مولاتي. في شي خبر من مانيسا؟ لا جلالتك، الموضوع بيخص لطفي باشا. لطفي باشا يا مولاي أمر بكي عورة مرأة. كيف؟ شو عاملي هاي المرأة لحتى يساوي فيها هيك؟ قال بتشتغل ببيت دعارة، ومثل ما بتعرفوا حضرة الباشا له فترة طويلة عم يلاحق بيوت الدعارة. أهلا وسهلا يا سلطانة. مزبوط يلي سمعته؟ شو اللي سمعتي؟ بتقصدي على العقوبة اللي عقبت إياها للزانية؟ إيه صحيح، هي بتستاهل هيك عقوبة. هي عقوبة قاسية كتير، كيف بتكويها بهالطريقة قدام كل الخلق؟ بتعرف إنه حتى النفي ممنوع بدون حكم من القاضي، بأي حق بتعاقبها هيك عقوبة؟ الموضوع مو مستاهل تكبري يا سلطانة. أحياناً الجزاء لازم يكون قاسي كتير حتى يكون عبرة للناس التانيين. حضرتك أمرتون وبعدين وقفت تتفرج على هالشي البشع، ولك قل لي أنت ما في بقلبك رحمة حتى تعمل هيك شي؟ برأيك هذا موضوع مو مستاهل؟ لطفي باشا كيف بيتجرأ وبيساوي هيك؟ هاد صار شي لعقله؟ والله أنا تفاجأت مثلك وأكتر يا سلطانة، لأنه هالشغلة كتير بشعة. هو متضايق من السلطانة شهرزاد، قام من قهره راح الباشا وفش خلقه بهالمرة البريئة، بس جلالة السلطان ما رح يسكت أبدا وقت يعرف. بس والله هالعقوبة كتير بشعة، بس أنا واثق أنه رح ينعفى عنه ورح يتلملم الموضوع بأرضه يا مولاتي، أنا متأكد. لا تستبق الأمور يا سنبل، رح يجي يوم ولطفي باشا يتعاقب على كل أعماله. روح هلأ شوف لي شو الوضع وتعال خبرني. أمرك يا سلطانة. ما عم أفهم كيف لساتك قاعد وبكل هالبساطة عم بتدافع عن هالشي الخطير يلي عملته. الله يجيبك يا طولة البال. انت زلمة ظالم، عم تفهم؟ ظالم وقليل احترام. شوف انت بلا كلامك منيحة، وإلا وإلا شو يا لطفي؟ رح تجازيني إلي كمان؟ أنا بحياتي كلها ما حدا هددني لتجي حضرتك وتهددني. كيف بتتجرأ تحكي معي هيك؟ أنا بكون رئيس الديوان للدولة العثمانية العالية، الوكيل المطلق لجلالة السلطان الأعظم. ماني مضطر أسأل جنابك شو يلي لازم أعمله، ومن هلأ ورايح أوعك بقى تتدخلي بشغلي بأي شكل، سمعتي؟ اوعك بعد هيك. انا حذرتك يا باشا. انت بدوني انا ما بتسوى شي. من المية اللي عم تشربها لكل هاي المناصب يلي وصلت لها، هذا كله بفضلي انا، عم تفهم؟ سبق وقلت لك انه اذا بتنسى فيني اسحبهم كلهم من ايدك. روح من وشي، روح فورا. انا
أنا الوزير الأول للسلطان، أنا رئيس الديوان بالدولة، اتركوني أنا عم بأمركم كلكم، اتركوني أنا الوزير الأعظم للدولة العلية، اتركوني اتركوني أو غاد بعد هيك. سلطانة سمير شو بكي؟ أنا الوزير الأعظم للدولة العلية، تركوني عم أقول، تركني يا واطي. بعد عني، لك بعد بعد. استغفر الله. مولاي السلطان لطفي باشا. جلالة السلطان سامحني أنا ما كان. اعتدى على السلطانة شهرزاد يا مولاي، ولو ما لحقناه كان رح يقتلها. حضرة السلطان سليمان. شهرزاد. اختي. مرجان قال لي ان لطفي باشا اعتدى عليك بالضرب، مزبوط هذا الشيء؟ لطفي باشا، لليوم أنا عزلتك من رئاسة الديوان. أغوات خدوه واحبسوه. جلالتك. خلاص خدوه. سلطانة شهرزاد كانت عندي وقت وصلها الخبر، أكيد بسبب هذا الموضوع هن متخانقين. ما عم أقدر استوعب لطفي باشا كيف بيتجرأ يعمل هالشي مع السلطانة. من الواضح أنه منصب رئيس الديوان خرب له عقله للطفي باشا، ووقع بفخ غروره، وكان مفكر أنه بحق له يساوي أي شيء. الحمد لله أنه في عند مولاي رجال مخلصين وبيخافوا على الدولة مثلك يا رستم باشا. بعتوا خبر لخديجة يا هويام، وبعتوا خبر لشهرزاد كمان. بعتنا له خبر مولاي، ألفة خانم وعفيفة خانم راحوا لعندها. منيح. مولاي هلأ شو رح يصير بخصوص لطفي باشا؟ العقاب واضح يا مريم، ما في غير عقاب واحد وهو قطع راسه. باشا أنا خلص دوري خسروف باشا. أنا حذرتك أكثر من مرة يا باشا، بس للأسف غضبك هو اللي وصلك لهون. ما رح يصيبنا إلا المكتوب علينا وبس يا خسروف باشا.
من هون ورايح انت اللي رح تكمل الطريق. اوعى تغمض عينك عن هذا الواطي رستم، خليك جنب سمو الامير مصطفى على طول، لا تتركه وحيد بين الخونة يا خسروف باشا. يا ريت لو كان فيني خلصك من هالورطة. هلأ شو مصير أبي يا أمي؟ معقول إنهم يعدموا؟ مولاي وحده يلي بيقرر هاد الشي. أي مزبوط مزبوط، السلطان يلي بيقرر هالشي، بس بترجاكي إنه تعفي عنه يا أمي. سامحي الله يوفقك، وقت أكيد مولاي رح يسامحه هالشي يلي عمله. قولي لهم ما يقتلوا يا أمي، انقذي بابا من الموت. الله يوفقك، روحي واحكي مع مولاي السلطان. والله ماني مصدقة اللي صار، مو معقول لطفي باشا تطلع معه هالعمايل. هالشي أنا المسؤولة عنه. عفوا، بس حضرتك شو إلك علاقة بالشي اللي صار سلطانة؟ وقت تركت قصري يا عفيفة خانم، صليت ودعيت إنه كل واحد كان السبب بطلعت عيونه ما تشوف النور. معقول القدر هيك كاتب لنا؟ أول شي زوجة لبيان، وبعدين أنا، وهلأ زوجة لشهرزاد. بس حضرتك تزوجتي مرة تانية. لطفي باشا ما عاد بالديوان ورح ينقطع راسه، وبهالحالة أكيد رح يعينه خسروف باشا وزير أول. يعني زوج حضرتك. هو يا مستحيل إنه تضيع مثل هيك فرصة. رح تحاول تقنع جلالة السلطان إنه رستم يصير وزير أول بالديوان. لسه ما شفنا شي بنوب يا ألفت. في خنجر انطعن بظهر سلالتنا وسببه هاي الحية اللي بالحرملك، وكل يوم عم تقوى أكتر. مو بس سلالتنا، دولتنا كلها بخطر كبير وبجوز تنهار. الله لا يقدر هالشي يا سلطانة. مولاي، جلالتكم طلبتوا تشوفوني. شو هذا اللي عم بيصير للناس اللي حوالي يا مأمون أغلو؟ باشوات الدولة، إخواتي السلطانات، وزوجاتي وولادي الأمراء، شو عم بيصير لهم؟ الغرور رح يقضي عليهم، والكره عم يامي قلوبهم، والحسد قاتلهم. شو اللي وصلهم لهالمواصيل؟ من وين مصدر هذا الكره؟ ما هقول كون أنا السبب، أنا مصدر هالكره اللي جواتهم. حاشا لله يا مولاي، جلالتكن كنتوا على طول تحكموا باسم القانون وما ترضوا إلا بالعدالة، كيف رح تكونوا مصدر الكره؟ بالعكس، جلالتكن مصدر المحبة والعدالة يا مولاي. إذا هيك ليش قلبي وعقلي ما عم بيدوق الراحة؟ ليش الكره حوالي يا مأمون أغلو؟ نحن كلنا عايشين بكرمك يا مولاي السلطان، عم ننسى هالشي وعم تسرقنا أطماعنا ويكبر غرورنا جواتنا. بالوقت يلي حضرتكن عم تعطوا من قلبكن عم يكبر الحقد جواتنا. انت بتختلف عنهم كلهم يا مأمون أغلو، يا ريت كل الناس يكونوا صادقين ومخلصين مثلك. لازم تنتبهوا منيح وتاخذوا حذركم يا مولاي.
بابا. 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 Thank you.
شهرزاد، انت روحي واختي الغالية، لازم تكوني قوية، ما هيك يا شهرزاد؟ لا تاكلي هم ابدا، لطفي باشا رح ياخد الجزاء اللي بيستحقه عن هاي العملة. مولاي، بعد إذن حضرتكم أنا جاي أحكي معكم بخصوص هذا الموضوع. بوعدك إني رح أتعلم من هاي التجربة وصير أقوى مولاي. أنا بعرف حجم الإهانة اللي سواها لطفي، بس بطلب من جلالتكم تعفوا عن لطفي باشا وما تقطعوا له راسه. شهرزاد، شو هذا اللي عم بتقولي؟ معقول تطلبي مني سامح لطفي باشا على الشي اللي سواه؟ أنا ما عم بطلب هذا الشي كرمال لطفي باشا مولاي، بس نحن في بيناتنا بنت، إذا جلالتك قتلت اللي أبوها رح تتأثر كتير ورح تبقى طول عمرها تلومني على اللي صار. الله يوفقك، فهمني، أنا سامحته مولاي السلطان وما بدي اياه انه يموت. اسمعان، مستحيل تتحمل هذا الشيء مولاي. انا بترجاك كرمال بنتي سامحه واعفي عنه للطفي باشا. بصراحة تفاجأت من الشيء اللي صار، والقدر ساعدنا نتخلص من لطفي باشا وبسرعة كبيرة. لازم نضل صاحين يا رستم. بتعرف خسروف باشا رح يحاول ياخد مكان لطفي باشا. بس يا سلطانة، انت بتعرفي موقف السلطانة خديجة من هذا الزواج، وبالتالي خسروف باشا مانو خصم قوي، وهذا الشيء اللي مطمني يا رستم. وبهالحالة مولاي السلطان رح يعينك انت، لا تنسى انك انت زوج بنته الوحيدة. ادخل. مولاي السلطانة، انت خيبت املي فيك يا لطفي، يا خساره. وزير السلطان سليمان ما بينزل حاله لهذا المستوى. الاهانه اللي وجهتها لاختي هي اهانه بحقي انا، وبعدين انت كيف بتتجرأ تتجاوز قوانين دولتنا؟ مين اللي أعطاك الحق أنك تنفذ عقوبة بحق متهمة يا باشا وبطريقة مخالفة للشرع والأخلاق؟ كيف بتتجاوز أحكام الشريعة وبتاخد هيك قرار؟ العقوبة اللي بتستحقها واضحة يا لطفي، لازم ينقطع راسك قدام كل الناس. أنا رح أقبل بأي عقوبة جلالتكم بتشوفوا أنه أنا بستحقها. نادل، سلطانة شهرزاد طلبت مني سامحك عملتك الوضيعة واعفي عن روحك الرخيصة يلي ما لها قيمة، وكرمال السنين اللي خدمت فيها دولتنا، وكرمال بنتك اسمهان رح اعفي عن روحك مع انه هذا الشيء ما بتستحقه. تصرفك يا لطفي ما راح يمر على خير، لانه من هاي اللحظه راح انفيك وراح تروح لمكان بعيد وتضل فيه لتموت. امركم يا مولاي،
معروفكن هاد ما رح انساه. حراس! خذوه! لطفي باشا كان شخص شريف ومحترم ومخلص للدولة يا باشوات، لكن العقوبة اللي أنزلها بحق هديك الخانوم بتتعارض مع ضميرنا وديننا. إضافة لهالشي، هاي العقوبة ما أنا موجودة بقانون دولتنا العلية بنوب. بس الباشا اتخذ قراره بلحظة غضب. الله ينور قلوبنا ويهدينا للطريق الصحيح. أمين رستم باشا، أمين. التصرف اللي تصرفه الباشا مانو مقبول، لكن والله يا باشوات دولتنا العليه خسرت قائد شجاع ورجل دوله ذكي. كل ما بيروح باشا بيجي باشا بداله، المهم نظام دولتنا العليه هو اللي لازم يستمر. طبعا يا باشا، وخصوصي بالوقت اللي عم نقوم فيه بالحملات والحروب، وبهي الحالة أنا بظن أنه خسرف باشا رح يتولى هذا المنصب طبعاً بعد موافقة مولانا إن شاء الله. هاي الوظيفة رح تكون شرف كبير إلي يا باشا. دستور حضرة السلطان سليمان المعظم. رستم باشا الحقني لجوا، انتوا استنوا. شو في أخبار بمانيسا؟ وصلتنا أخبار أنه سمو الأمير مصطفى التقى بلاسكي يا مولاي، بس ما حدا بيعرف شو دار بيناتهم. أنت شو رأيك باللي عم يعمله الأمير مصطفى يا رستم؟ شو عم بيساوي بمانيسا؟ مولاي ليش ما عم تجاوبني يا رستم؟ من شو خايفين؟ ليش الكل عم يتهربوا من هذا الموضوع؟ خبرني اللي شوف، اللي شو بتعرف ولا تحاول تكذب علي. شو أهدافه للأمير مصطفى؟ اللي ولا واحد منا بيعرف شو هدف هدول الانكشاريين المهللين مولاي، وبشو عم بيفكروا. وهدول الناس هن قراب من سمو الأمير مصطفى يا مولاي، وأكيد عم يحاولوا يأسروا على تصرفاته. هدول الخونة يا رستم، لازم يتعاقبوا العقاب اللي بيستحقوه. اعذروني يا مولاي، بس هدول الخونة موجودين بكل مكان، وإذا راحوا يا مولاي رح يجي غيرهم يلتفوا حول سمو الأمير. وبالنهاية مانيسا مو بعيدة يا مولاي، وإذا بده أميرنا فيكون هون وبظرف كم يوم يا جلالة السلطان، وخصوصاً إذا كنتوا بالحملة. من الواضح إنه وزيرنا الأعظم الجديد رح يكون رستم باشا. إيه على ما يبدو هيك رح يصير، بالفترة الأخيرة صار مولانا السلطان يميل إله كتير ويقربه منه. بتصور مستحيل يصير هذا الشيء بأي شكل من الأشكال، لأنه ما بقى في شيء مثل الأول يا أبو السعود أفندي. إيه بس الأهم من هالكلام قرار مولانا السلطان يا خسروف باشا، وهذا الشيء كلياتنا بنعرفه وانت بتعرفه كمان. ايه طبعا بعرفه. سلطانة، الحقيقة انا كان واجبي اني روح وزورك. الشيء اللي صار مؤسف، سمعت بالموضوع وزعلت عليك. كتير واضح من عيونك قديشك زعلانة ومتأسرة، بس أنا بنصحك لا تفرحي وتنبسطي لهالدرجة، لأنه لساتني هون يا هيام. عن جد أنا مو مصدقة سلطانة، مو زعلانة لأنك فقدتي زوجك، زعلانة لأنك خسرتي السلطة، وهذا الشيء كتير واضح يا سلطانة. هو بس تم نفيه، بالأحرى أنا يلي طلبت من مولاي هالشي. بعدين
أنا ماني بحاجته لحتى أتخلص منك ومن شرورك. شوفي سلطانة، أنا ما عندي خلق لتهديداتك يلي ما لها طعمة. بعدين مولاي السلطان رح يزعل ويتضايق إذا سمع الكلام يلي عم تقولي. هيام، رستم مستحيل يصير الوزير الأعظم. خسروف باشا أحق منه بهالمنصب. سلطانة، أنا بشوف أنه ما بيصير حدا منا يتدخل بهالشي، وبظن ما بتحب يصير خسروف باشا بهالمكانة ويرجع يعلى مقام السلطانة خديجة من جديد وأنتي تطلعي برا، مو هيك؟ سلطانة، أكيد الكل عنده علم باللي صار. لطفي باشا انعزل من ديوان الدولة بسبب سوء تصرفه الأخير ونفيته لمكان بعيد، واللي هلأ رح يصير الوزير الأعظم سليمان باشا. هذا من لطفكم وتقديركم يا مولاي السلطان، الله يقدرني وكون عند حسن ظنكم. آمين، الله يقدم اللي فيه الخير يا باشا. صار فيكم تروح، انت خليك سليمان باشا. قرب لعندي. أول مهمة إلك بصفتك صرت الوزير الأعظم راح تكون متعلقة بسمو الأمير مصطفى يا سليمان. اتخذت قرار مهم وبدي إياك تطلع عليه.